يا صباح الخير والورد على الجميع، عليكم وعلى جميع المشاهدين. شوفي أنا حقول لك أول حاجة، صباح الإصرار، التحدي، العزيمة، الحب، الإنسان القوي من الداخل، منورتنا في صباحكم سبيسي اليوم. نحن سعداء. أول حاجة أنا حابة يعني باسمي وباسم كل طاقم العمل أوجه لك الشكر لأنك أنت اليوم سمحتي لنا الفرصة أو تبي تعطينا يعني من تجربتك ومن خلال المواقف اللي أنت عشتيها دروس عظيمة. صحيح. أول حاجة شكرا لكم أنتوا لإتاحة الفرصة لي هذه أني أنا أتحدث. أنا عندما أصبت بالمرض اخترت أني أعلن عنها لعدة أسباب. السبب الأول الحقيقة ما حبيت أخسر دعوات الناس، الكم الهائل من المحبة والدعاء في كل مكان، إلا صحباتي يطلعوا مكة، إلا يروح المدينة، ختمات القرآن التي تنعمل بنية الشفاء، هذه لو أنا خبيتها كنت انحرمت منها. الشيء الثاني، كثير من صديقاتي، من بنات صديقاتي، راحوا وعملوا الفحص لما أنا تشخصت كمان. يعني هذا كان له أثر كبير في على الجميع، والكل خاف، صار قريب مننا المرض. هذه واحدة صديقتنا أصيبت بالمرض. المرض لا هو عيب ولا هو خطأ، أنا ما غلط، أنا مرض، ليه ما أعلن عنه؟ ليه ما أشارك الشيء اللي صار فيه؟ أشاركه، يمكن أنا أكون أخفف على غيري في الخبرة اللي أنا عديت فيها، التجربة اللي أنا عديت فيها. فالحمد لله الله وفقني فيه. الحمد لله. يا هلا وسهلا فيكي. طبعا البطلة خليني أقول والمصرة، ودائما المرأة العربية بتتحدى كل القوات وكل الصعاب اللي موجودة. خليني أسألك، أقول لك هل فعلا اللي عاش التجربة هو الوحيد اللي يقدر يحس فيكي، أم كنتي ما شاء الله محيطة ببيئة جميلة كلها حاسة فيكي؟ شوفي حبيبتي، اللي عاش المرافق المريض الحقيقة بيحس كمان. أنا في حالتي اتشخصت أنا وبنتي بسرطان الثدي في نفس اليوم، فكنت أنا مريضة وكنت مرافقة لمريضة، فكان عندي الشعور إنه خايفة على بنتي وهي خايفة علي، فحسينا بالشعور مزدوج زي ما تقولي، عارفة كيف؟ الأقارب والأهل والأصحاب يشعروا كثير وعليهم ضغط كثير. إذا كان علي أنا ضغط جسدي وعاطفي، هم عليهم ضغط عاطفي هائل الحقيقة. بالفعل اليوم سيدة ميادة، يعني في كل شخص يقترب، سبحان الله، هذا ديدن الحياة أو الناس، لما الشخص بيعيش لحظات إن ممكن لا سمح الله حياته ما تكون بعدها موجود أو يقترب من الموت، نظرته تختلف، حساباته في الحياة اتجاه نفسه اتجاه الآخرين تختلف. هي المسألة صعبة شوية، بس تحملينا سيدة ميادة. يوم تلقيت الخبر الإصابة، كيف كانت ردة فعلك؟ إيش الأحاديث الهواجس اللي دارت بينك وبين نفسك؟ طيب شوفي، أنا الحقيقة قصتي غريبة جدا، تقدر تقولي إنه ألخصها في كلمة واحدة، اللطف لما ينزل. كيف؟ أنا الدكتورة لما كلمتني بالتليفون وقالت لي الخبر، دخت في البداية، اسودت الدنيا في عيني، وبعدين حمدت الله، شربت كاسة موية وحمدت الله، الله سبحانه وتعالى أنعم علي بالحمد. والله أقول لك ما قلت آية، نطقت آية لأني ما أعرفها، ألهمت من الله فيها، قلت لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. الله أكبر. والله ما أعرف هي في أي صورة. بحثت بعدها، لما فكت كده بحثت في الآية في القرآن، لقيتها في سورة الطلاق، الصورة إلى المفسرين يسموها سورة الفرج، إلا فيها إلا مع العسر يسرى تنعاد مرتين. استبشرت خيرا، مصيبة كبيرة أنا وبنتي من فين ألاقيها، واستبشرت خيرا، ونزلت علي تلك القوة وتلك الطمأنينة والأمان ومحبة، محبة ملأت قلبي،
شعور والله إني أفتقده إلى هذا اليوم، هذا الشعور الطمأنينة والمحبة. أنا أسميه اللطف لما تنزل المصيبة وينزل اللطف معه، ولا إيش؟ أكيد طبعاً، أكيد طبعاً. يعني ربنا دائماً لما ينزل البلاء ينزل معه الرضا، الرضا بالبلاء. فهذه نعمة من عند الله، أنك أول شيء افتكرتيه حمدتي الله. ودائماً أول كلمة أنا أقولها عند أي بلاء يصيبنا أو أي نعمة الحمد لله تصيبنا، الحمد لله على كل حال، الحمد لله على نعمة الصحة، الحمد لله على نعمة العافية. أستاذة ميادة بطلة، بطلة صراحة، قدرت أنها تتحدى حرب قوية زي هذه. المرأة العربية أنا أؤمن أنها هي مرأة قوية تقدر تتحدى الكل وتكون واقفة وشامخة، وكمان أيضا تحارب هذا المرض اللي نسبة شفاءه إن شاء الله 90%. خبرينا إيش استفدتي أو إيش تعلمتي من التجربة المريرة اللي أنت مريتي منها، وكيف قدرتي تطلعي الإيجابية منها؟ شوفي حبيبتي، إصابتي بالسرطان كانت مرحلة جديدة في حياتي. لا شك إنه هي إعادة ترتيب للأولويات في الحياة. وأنا أعتقد إنه حتى فترة الكورونا هذه أثارت للمجتمع إعادة ترتيب للأولويات لما صحيح. الإنسان يقعد مع حاله شوية. وجدت إنه السعادة ليست في اقتناء الأشياء وليست المنزل كبر ولا صغر ولا الأشياء اللي عندك، شنطة تبغي تشتريها، فستان تبغي، السعادة هي من جوا أنت تختاريها. الرضا، الرضا بالمكتوب. تعرفي الكلام سهل ولكن تنفيذه صعب. إنك تركزي مع نفسك بإنك أنت راضية، تحسني الظن بالله، تعرفي إنه الله ما حيختار لك إلا الطيب والطيب جاي. فهذه إعادة ترتيب الأولويات كانت بالنسبة لي غيرت لي حياتي، غيرت لي نظرتي للدنيا، أهميتي. أنا أهتم الآن أني أعيش اللحظة هذه السعيدة. أنا دحين بتكلم معاكم، هذه لحظة سعيدة مبسوطة فيها بعيشها، ما بدي أفكر في الماضي ولا بدي أشغل نفسي في المستقبل، بدي أعيش اللحظة. الحياة حلوة، بدي أشكر الله كل يوم إنه أنا عايشة، فتحيني من النوم أشكر الله إنه أنا عايشة وإنه أنا بصحة جيدة. هذه اللي علمتني. كلامك جدا مؤثر سيدة ميادة، قديش جميل أنه نحن نستشعر كل نعم الله فينا من الأبسط الأشياء، ودائما هي ليست عبارات تقال ولكن هو إحساس ويقين يصدر من داخل الإنسان، اليقين اللي يصدر كده من بالسعادة والرضا من الداخل. الحمد لله حضرتك وصلتي له، الله يديمها عليك. اليوم كل سيدة بتشاهدنا الله عز وجل ابتلاها بهذه الهدية وبتحارب هذا المرض حتى تكون قوية، وش حابة تقولي لها؟ عجبتيني لما قلتي هذه الهدية، لأنه عن جد لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره. أبغى أقول لها، شوفي أول حاجة قلتي كلمة حلوة، السرطان الثدي بالذات نسبة الشفاء منه أكثر من 90% في حال التشخيص المبكر، وهذه نحط تحتها ثلاث شخطات حمراء. في آثار جانبية، حيسقط الشعر، حتتشقق الأظافر، تقرحات في الفم، ولكن أبغى أقول لها مؤقتة، مؤقتة، كلها مؤقتة، صدقيني حيرجع يطلع أقوى وأحسن. وحتى لو انت في منهم سيدات اسمع يقول لك هي متضايقه انه حيستأصلوا جزء من صدرها او يستأصلوا الثدي كله، انه هذه انوثتي. لا، ما هي انوثتك، انوثتك انت، انوثتك شخصيتك، انوثتك تصرفاتك، الله، روحك هي انوثتك. لكن هذه الاشياء ايش مهمه، ما هي مهمه، خلاص الله سبحانه وتعالى اعطانا العلاج وادانا القدره على العلاج فنشكره. وأقول لها أهم حاجة تسمعي وتنفذي أوامر الطبيب وترمي حمولتك على الله ونعم بالله وخير من توكل.